ولتسليط الضوء على إعلان واشنطن عزمها تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، معنا من إسطنبول رئيس مركز زين يمن للإعلام الأستاذ صالح الجبري. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا، يا مرحبا. إذن الولايات المتحدة تعلن عزمها تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، هل جاء القرار متأخرا برأيكم؟ شكرا جزيلا. الحوثي وجرائمه في اليمن لها أكثر من 6 سنوات، وكنا نتوقع أن الإدارة الأمريكية سواء الوزارة الخارجية الأمريكية أو الخزانة الأمريكية التي لهم الحق في إصدار مثل هذه القرارات أن تكون منذ أن تسلم ترامب، لكن يبدو أن هناك إشكاليات داخلية في الإدارة الأمريكية فتأخر القرار إلى هذه الأيام. لكن يعني وجود القرار أحسن من لا شيء. هذا القرار سيترتب عليه أشياء كثيرة ستكون لصالح الشرعية في اليمن، وستحد من يعني جرائم وتوسع وانتشار ميليشيات الحوثي بعد أن تصنف جماعة إرهابية. ونأمل أن يصدر القرار غدا الثلاثاء كي يصبح قرارا عمليا في الواقع العملي. كيف يمكن أن تؤثر الخطوة الأمريكية على إمدادات ميليشيا الحوثي، وهل من شأنها أن تغير شيئا في المعادلة السياسية أو الميدانية؟ لا شك أن هذا القرار بعد أن يدرج الحوثي منظمة إرهابية سيمنع قادته من السفر، تجمد الأرصدة والملاحقات والمحاكمات الدولية، يمنع الاستيراد وفتح الحسابات المصرفية، عزل الجماعة دوليا ووقف التعامل معها عبر الأجهزة الدبلوماسية والدولية والبلدان الأمريكية، يحق للجيش الأمريكي أنه يتابع القيادات أو دخول وخروج السلاح لهذه الجماعة، عدم الاعتراف بأي اتفاقيات يقودها المبعوث الأممي وعدم التعامل معها، وهذا سيقطع الطريق أمام العملاء والتجار الحروب. الحرب عليها أصبحت مشروعة، سيعطي الشرعية أيضا للحكومة اليمنية أن تستعين وتشتري السلاح وتستعين بعض الدول التحالف ضد هذه الجماعة الإرهابية، تصبح مراقبة يعني مراقبة من كل الدول وتحركاتها لأن أصبحت منظمة إرهابية، و يصبح هناك مشروعية أيضا أكثر للجيش اليمني والاستعانة وشراء أسلحة نوعية لمحاربتها، يعني التضييق عليها ماليا عسكريا اقتصاديا. نعم. تجفيف منابع الموارد المالية، أشياء كثيرة سيترتب على ذلك. طيب أستاذ صالح، هل من المتوقع أن يحذو المجتمع الدولي وبعض الدول حذو واشنطن بتصنيف الميليشيا؟ لا شك خاصة إذا ثبت في آخر جريمة يعني تم ارتكابها وهو ضرب الحكومة اليمنية عند وصولها مطار عدن، وهناك أصابع الاتهام واضحة إلى ميليشيات الحوثي الإيرانية بأن وراء ضرب يعني واستهداف الحكومة المدنية وسقوط أكثر من 126 بين شهيد وجريح بسبب يعني إطلاق ميليشيات الحوثي الإيرانية هذه الصواريخ على حكومة مدنية جاءت بالطائرة وهي حكومة شرعية معترف بها. فإذا ثبت ذلك هذا سيلحق أو سيجعل كثير من الدول تلحق أو تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية في عدم الاعتراف في الاعتراف بأن هذه جماعة إرهابية مثل حزب الله في لبنان. في ظل كل هذا الحديث، ما تزال ميليشيا الحوثي تستمر في انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهناك حديث الآن عن سجون سرية، إلى أي مدى يكرر الحوثيون تجربة الميليشيات في العراق ولبنان يكررها في اليمن؟ مع الأسف لم يشهد اليمن يعني جرائم يعني تنافت مع الأخلاق الحميدة وقيم الإسلام والعادات والتقاليد التي كان يعرف بها الشعب اليمني. هذه الجماعة أساءت كثير وارتكبت الحماقات، غيرت بشكل ممنهج المناهج التعليمية، استقطبت الأطفال وزجت بهم في جبهات القتال، جندت النساء والأطفال، اختطاف النساء وتعذيبهن، وهذا كان أمر كبير وخطير في 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 المجتمع اليمني. إصدار أحكام الإعدام بحق 30 يعني صحفي، وأيضا حق الإعدام بكل نواب الحكومة الشرعية وكل الوزراء وكل المسؤولين بتهم يعني الوقوف مع العدوان، نهبت المركزي، نهبت المساعدات الإدارية، وتستمر في ذلك أستاذ صالح. نعم، شكرا لك أستاذ صالح الجبري رئيس مركز زين يمن للإعلام، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.